بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل وحاتر نبي الله محمد أعوذ وحان مغن قليا برب الناس تذكر رب قدر مغن قليا خالقي أبورتي وبرباريي أو أبوري بان مغن قليا ملك الناس تذكر بقر كودي بان مغن قليا إله الناس تذكر معبود كودي إله ودي عيان مغن قليا سدا تقبالي الله صدح ذا صفاله صفة الربوبية صفة الملك صفة الألوهية الله عليه أيام مغن قليا الله صار مغن قليا محان كمغن قليا من شر الوسواس كوح وسواسيه شرط صار كمغن قليا كاسو الخناس لبد بذن أو يعني دوم شب بذن مركي ذكر إله الحسن لبد أو دومن كاسو إلهي كمغن قليا الذي شيطانك وسواس كمان كما قلنا يوسوس وسواسيو في صدور الناس تتكلم هذا قلوب هذا وسواسيو كاسا إلهي كما قلنا شيطان كاسو من الجنة جنية والناس ذكية انت بياني انك تقول ذكاء شيطان الجني شيطان الإنسي أيام إلهي كما قلنا مركا صدح ذاس صفاء الله ليه يا نبي الله محمد ذي المغنقل الله صفوين كاله مغنقل ما حد كمغنقل إيسا شيطان كشفت إيسا كمغنقل إيسا بالي شيطان كاسا كمغنقل إيسا مرك الله سبحانه وتعالى وربي هو خالقي ذاتك أبورتيني وملك هو بقر وكون كان استيقى كنت صرف صوت دوروما مشويا وإله هو معبود وإله عبادة أسجى كل جس الله سبحانه وتعالى إسكله الله سبحانه وتعالى كل جب عبادة إسكله أحكله لو ذاقنا مجلوية الله سفوين كاله أيال غير مغنقلو شيطان كاس كم مغنقل أو وسواس كأوه وسواسيو يعني وو وسواسية وسوسة وحال إلى هذا أصلحان الصوت الخفي بال إلى هذا الوسوسة وصوتك النفط هذا أذكر الشيكي سنة عدت قرصون بوسوسة الإرادة وصامر في سورة القاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله أرنا يبا صامرنا مركب وسوسة وطاوية مركب النفط هذا وقوق الشيكي شيطانك محايا لي شيطان الجنك وحو النبي قلنا وقوق الشيكي عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم ليه جماعه ومراه حيو مرادتك وجلك ودخ غلامك اسو وسواسيا قلبي يسو وسواس وحكتور يا ويه الهي با سبحانه وتعالى سيي او خلقها سدا او ابوري ويه شيطان كمرك نوعاسا ايا ليري كمغنغل ولي وصفه كلا لسييو الخناس بو يعني مارت خناس انو ياي ايا الله سبحانه وتعالى او كشيغي خناس كمرك وحال الهذا الذي يخنس وحال الهذا إذا تنبه العبد وذكر الله تعالى مركي أدونك ربي يسوع حسوسيا وأبنت شيطانك وعرّ ولبن ياي وعرّ وبحسن لكن ويوسوس إذا سهى وغفل عن ذكر ربه مركي ربي قال ذكر يسح المامته وآذن إلهي كحرنين وغافل تهي شيطانك وكو وسواسينيا وكو إيمانيا وكو شيكين وحدرنا ربك ودلدلوي مركا خناس كسيدا سالي إلى هذا مركو الله أو أدونك حسوسيه شيطانك وعرى كو مسو دواني مركا ربي قال ذي إلا وذو وكو إيمانيا وحدونه مارته وكو قسميني وحمانا يكو مارتي يكو قسميني ويا مركا سيدا درتي قفك إنو يعني متنبي مروا بذكر إلهي أو هايو أيال دون يا ويه لبدا صورة ذات مر كثيري صورة ظهرة هل صفة إلهي إليه سبحانه وتعالى أو صفة الربوبية أي النبي ما جن قلي رب قال سالك الصفة له ما جن قلي محا محو النبي كم جن قلي محا كم جن قلي
wax alla wuxuu rabbi abuuray oo dhan shartooda ka magan galaan nooc ay doonto baa noqoto wa makhluuqo idil weyn suuradaana oo suuratu naas ah waxa weeye saddex sifo rabbi leeyahay ayaa nabiga magan galiyay maxaa ka magan galiyay sheedaan oo kaliya ama sheedaan jin ha noqdo ama sheedaan insi halka maxaa ka garanaysa sharta sheedaanku uu leeyahay sheedaan insiga sheedaan jinniga waxa makhluuqada ilaahi ka soo haray oo sheedaanka aan ahayn marka la isgarab dhigo sheedaanka shartiisa inay badan tahay baad ka garanaysa maxaa yeelay sheedaanka wixii ka soo haray shartooda markay ugu bataan sabab waxay u noqon karaan inay nafta ka gooyaan oo sabab nafta ay ka baxdo ama lagu tacdiibo oo dhimato unbay sabab kugu noqon karaan laakiin sheedaanku muxuu sabab kugu noqon karaa wuxuu sabab kugu noqon karaa inaad ku waarto naar aad weliga ku waarto inta kufri kugu rido iyo shirki kugu rido inaad naar cumrigaada ku waarto ayuu sabab kugu noqonay idan sharta sheedaanka way ka tiro badan tahay sharta inta ka soo hartay sheedaanka ayada ka tiro badan sidaa darteed baa saddexdaa sifo ilaahay la leeyahay oo magan galbaa la oranayaa weyaan بسم الله الرحمن الرحيم قل وحاتنا نبي الله محمد أعوذ وحان مغنقلي برب الناس تدك ربي قودان مغنقلي ربي قود خالقي أبو رطيبان مغنقلي ملك الناس تدك بقر كودي سودان وما مولي كتصرفي أيان مغنقلي إله الناس تدك إله ودي معبود كودي أو يعني عبادة إسكالها أيان مغنقلي محان كمغنقلي من شر الوسواسي كوح وسواسي شرتيسي ayaan ka magan galaya al khannasi oo libidda badnaaye dhumashada badnaa markii dhikriga ilaahay oo qofka xusuusan yahay cararida badnaa weeyo markii dhikriga ilaahay oo qofka halmaamana waswaasiyo alladii kiiban ilaahay ka magan galaya khannaska waswaaska ahaayo iyo waswasu waswaasiyo fi suduri naasi dadka laabahooda waswaasiyo ayaan ilaahay ka magan galaya kaasoo min aljinnati jinnigi ah والناس دكين أهوي إنس جني إنس كمدة نبي عليه الصلاة والسلام يعني حديث وإمام مسلم في صحيحه وقوة رناي وحو النبي بيجري ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من ذنك إذن كمد مجره إلا قرين كيسي للرعية شيطان كأها بالله وكيشابه قالوا وأنت يا رسول الله وأذكر ما له هو كيشابه صحابة يرهدين ويديك وقال نعم إلا أن الله أعانني عليه لكن أنا شيطان كيجي أنا إلى حريري إلهي وإيجا كلمي فأسلم هو إسلامي فلم يأمرني إلا بخير خير موي شرع ما وفر خير موي فر شرع ما فر مركا أنا إن المتنبهين نقنه أيا الربا محيالي شيطان كي وأنا الله وكيش وأنا دلتها جيهي مركا إيرو قفكو إلهي سبحانه وتعالى مروا بو كما ننقلوا وشياطين الجن وشياطين الإنس لابد إن كما ننقلنا أيا الربا وإلهينا أنا قبت بادين هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عليه الصلاة كتاب في القرآن كأهاو ونوضة ماضي إلهي بانكم هاتسان سبحانه وتعالى وقت الدير أيو نوسو سعودي سعودي وأبتي نيروبي وحوي صدح عشوان أخرين وأسبوعي وتضباء صدح عشان قوة دني مقالة وأبتي نيروبي وأسكار مرمر بضن بباقن جري روب وباقضاء عذر دار بأباغ ذا يجر أباغ جري سفر أباغ جري مرك إلهي بمهات سكالة سبحانه وتعالى نوضة ما يستري إلهي سبحانه وتعالى أن الله حوي دي سنة إن القرآن كسن ونقو أنفعه وكوي مارتي أدوني آخر كل يبانين إلهي النبي سبحانه وتعالى وحي أنا أن كو قفنين إلهي نوضة وعن أن مارتي سخطأ أن وقد عين إلهي نوضة وحان مرك أنا قفصنا إياه كتابك والله دوبي ودوبي يعني مركز ذاتك لقيسته وحان لاي هاي بني آدم كا وحالي إلى هذا قف إلى الشن أو يعني وحدي جنن أي الرجال المهذب قف دنع والبكان الكاه مجره كيف إنسان كضعف بالغو أبوري مركز عد العيد القرآن كاسد لقيسته أو وحونك أركته وحان كعط صنايا إني تصريحسه هذه أول أولى ذهي سيدي أو ديجري عبد الرحمن الأخضري كتاب كيس سلم المنور خمركو دمي أيو هذا الآد بذنب ومارتي أسوى استنقيسين أيو مبتدي اسكدق أيو حويري وكن أخي للمبتدي مسامحا وكن لإصلاح الفساد ناصحا وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديحة فلا تبدلي إذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا وحوليه هاي هرت ولالك يو مسلم كأهو
قفك مبتدئ قافه بلاوغا مدس كسر محل نقوم مركب ورس وحاد نقطه وكل لإصلاح الفساد ناصحا حدا فساد أردت وح فساد سنة أردت إن إصلاح انتيسة هجاجين تيسة ناصحين أكون نقطة مد ناصحه نصيحين إن نقطة بل أهوبين مركز وريب أقصدي يروى أصلح الفساد بالتأمل فساد كمركز أردت خلتك هذه مركز في يعني آتنا في حضرته سيئات آت أغفير ستي أصحبين وإن بديها كان فلا تبدي لكن هذه بديهتها واحد دق در بديبا يعني سوى بودئيتها هذه لفت هذه إنها تخلط كجرتال الأركاي ترتيب سبولها بدل دربدي بوحي قال بدل لكن دبو إيه محايا الوحي إذ قيل وحالي يري فراو حالي يري كم مزيف صحيحة بدنا قف شيء صحيح هو وناكسن أو وناكس أركي تزيف كدقه اللي هذا يعني وحا كل حماني شيء صحيح هذا كل حماني سوات وامحي لأجل كون فهمه قبيحة فهم جيسا مركي خراب حما مركاسا وحي وناكسنا أي وحن الله نقونا يهو مركاني وحن لا يهي وكل إصلاح الفساد ناصحة وأصلح الفساد بالتأمل أنا تاسرت ودردار ميا وحن كلاو دردار ميا هذا كي قوضي جري أبو القاسم محمد الحريري كتاب كي سمولحة العراق كمكو قمي يساقنا وكو ختمي أيان لمبه يتكسو قادنا يا عبي جري فانظر إليها نظر المستحسني وحسن الظن بها وأحسني وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا مركها فيرس كتابك يقبوين فيرب إليها نظر المستحسن من استحسان قصة مينة وناك درت يكون فيري فيرو أو وناك دون أكون رالي وحسن الظن بها ملاحنا أو ناجي وأحسن هجاجي أو توسي ملو وناك سنكون فيرب إليها وإن تجد عيبا كتابك هذا عيبك أردته فسد الخلل خلل كيوحي كجر وعيبت أي صح أذيك مارت هجاجي محايا لقفا قفين أحد كان قفين واكي الله فجل من لا عيب فيه وعلمه فجل وحاوين هذي من الله بوين هذي لا عيب فيه عيب أي سنكس ابنين لحديثة وعلى الله قرن غضي الله أنا قفين مالك عد ألا عدي قف أركتو وحا عدسانا يا هاتا سيحيسو نظرة مستحسنة كو إيكتو إلهي سبحانه وتعالى وحي أنكو قفناها نوضافو قرآن كان مروا البابا قفك إنو دائما بالرباء حضلك وحكسو ختمة ابن قيم الجوزية رحمه الله كتاب فيس الفوائد ليرهدو أو كسو قوريو وحولي شمع الرماد ويدك كهجر قرآن ككتبو كالكوباد وحوي حجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه هذا القرآن كالدقيسن هذا حداد الرمين حداد قلدك رارعين وحق شيء يوضا مقدين وضا قلدك من قرآن وكهجرتي وانا شيء مدموم شيء عنون كالباد وحوي حجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به وحوي قفك إنه كهجر قرآن كعمل خلقي سئنه كتبه أما إنه كتب كدقنك أو كدقمه حلاشي سي حرامتي سقرانك وحبوك حرمي وحبوك حلاليني إنه قفك أوسر كدقمين هذا الله قبا إياب إن القرآنك أخر نيسو يا دعكرت إن هذا كدقمين وحكار ريب هذا الكهر مثلا القرآنك بعد أخر نيسا شيخ باتهي أما أديق مارتي أرضي باتهي أما نين مسلمه قرآنك أخر سنياتي حلقي يا بربي إنه كش قيس نيسو غشي إنه كش قيس نيسو حرام إنه كش قيس نيسو مسلم إنه دي بيسو وحاسو دان مركو حال ربا حلاشي سي حرام تيسا إن هذا كهجر إنه أد إلى السبع لك يا رب كان سدحاب حويل وهجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه إن لقد نقمه كتابك إلهي بسكو حكمه إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآنك أسودجي لينذر من كان حيا تتك النول إنه أدقه وأي كل نقمان على الرماء قويس قويس إنه لقد نقمنا فردي فردي وقد نقمنا شعب شعبي حكومة الله وقد نقمه بالرماء كتابك كل نقم كيسنا وحوه في أصول الدين وفروعه بل لقد نقمه أوقفك أو اعتقادي قرآن كاسي إنه يهي دستورك منهجك إلهي ومد أسر دجي إنه يهي إنه الرمي يبال رمان حدوس كدق من أو سنمارتي فرد أهان إيا قصر أهان إيا قيس حكومة أهان إيا شعب أن أمره كدق من حجر ما يسمي قرآنك إلهي ويكتقين ويا تتكتقين بين قناية مدى أفراد وحوي حجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه يحويه إن القرآن كما كانت أخرين يسو معنى يسأكو تدبرته أو تفير فيرسه
وآد وحكو ومارت كو عبر قادته أي قفك اللي قرمه حدوص كنت تدبرين قرآنك وقفك حاجرين وكرة لفظي سكتر ورحية كلية سكاخر هذا المعنى يسي فاهمين أما كنت تدبرين حجريك من قرية أبراك أكاجر تول مدى شناد حوليها وحجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها وحوي إنه قفك كهجر وضعك قتكو وصن قرآنك اسكت دوينين قرآنك وشفه إلهي بعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء إنه قفك اسكت دوينين أو عمر كستو أو أه مارت عمر كبدنك كله عو إيمتك قلبك كله عو شهوة إي شكوك تأه شك إي شبهات كأه وحاس أضم بداو إياه قرآنك إنه اسكت دوينين إنه قفك كهجر وضعك أيضا أنا أوصل أسكت وينين وحوي حجر القرآن كله جت كذي كم تهولي مركزور أنت هذا هو حق دليله أنو سق هذا يا إسوع جد جليا آية في سورة الفرقان كجت ربي ليه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أيضا سق هذا بوي نبي الله محمد وحويري ربي جيو إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تتكيجي قرآنك وحكيه شيء مثل به جروب الله قد تجي أي نقدين بولي لكن هجري قال لبتي سبويري وإن كان بعض الهجري أهون من بعض حبك لفضوض هذا وكلفضوض يعني مرك قرآنك إن أنا كل قنوا كلي إنه صن قنين مد أن تصبح إلى سوقة طلب كذا ومسك الإسكاس على كلي وحد واحد دور تنا إسكاس ما إنه صن قنينه قرآنك إن كل قنوا بالرباوي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.